من اليوم ما تشويه ما تقليه، اسهل واسرع طريقه لتحضير السردين في الكوكوط والبنه. يا سلام، وجبه دايزه الكلام. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارطاج علاش لا، باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وندعو بركه الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا السردين، عندي كيلو ونص، نتوما غديروا الكميه اللي بغيتوا على حسب افراد الاسره. وكذلك غنشارك معكم الطريقه المثاليه والسهله والسريعه كيفاش نقيو السردين الا ما بغيناش يكونوا فيه داك الشويكات اللي كيكونوا في الجناب. كيف ما كتشاهدوا معايا انا خليته لكم الفيديو بالعرض العادي البطيء، ما سرعتوش نهائيا. كيف ما كتشاهدوا معايا السردين راه باقي جديد، ومني كيكون جديد شويه كيكون عاصي، لهذا كنقيوه بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنضغط على الراس واليد الثانيه كنضغطوا على الجوانب باش كنخرجوا داك السنسول بالشوك ديالو. والطريقه العاديه هي هذه كيف ما كتشاهدوا معايا، ملي كنجيو نحيدوا السنسول والراس كيتحيد لينا منه يعني كيبقى فينا داك الشويكات اللي كيكونوا في الجناب بهذه الطريقه هذه. هذه الطريقه العاديه، هذه الا بغينا نقليوه او نديروه في الطويجنات بهذه الطريقه هذه راه كنقيوه. ولكن الطريقه اللي كنترجع معكم دابا حاليا ما كيبقاش فيه داك الشويكات في الجناب نهائيا. كنضغطوا على الراس، كنعاود نكرر معكم، واليد الاخرى كنضغطوا على الجوانب، تيبقاو داك الشويكات في السنسول مع المصيرنات مع الراس ديريكت. من بعد ما كنقيه كله هو كنغسلوه مزيان مزيان وكنسلخوه، يعني كنحيدوا ليه داك الجلده اللي كتكون في الفوق. كيفاش غادي نحيدوها عاوتاني؟ باسهل طريقه بهذه الطريقه هذه. تنقلبوا السردينه وكن من الوسط كنبقاو نجبدوا من الوسط وكتنقى لينا بكل سهوله. بزاف ديال الاخوات وديال السيدات اللي كيبغيو يديروا بحال هكا السردين يكون منقي ومسلوخه ليه الجليده تيعكزوا عليه، او ما كي بالاحرى كاين اللي ما تيعرفش ليه نهائيا. انا بالنسبه للمبتدئين اللي بغاو يديروا هكا السردين كفيته ضروري ما يديروا هاد الطريقه هذه، ما كيبقاوش فيه داك الشويكات اللي في الجناب، وكذلك هاد الجليده كتحيد بكل سلاسه وبكل سهوله. بعد ما كنحيد هاد الجليدات كنغسلو مزيان مزيان وكنشفو او كنديرو شي شبيكه يبقى يتسقطر على خاطرو. كناخد هنايا الطحانه او الهاشواغ، او ممكن تخدمو حتى بالمهرز. الناس اللي عندهم مهرز ممكن يخدمو به، يعني يدقو كل شيء في الاول. كيدقوا هاد العطريه والتوابل، اي كيدقوا الربيع، القزبر، معدنوس، مع الثومه، شويه الكمون، شويه ديال الملح، كيدقوهم مزيان مزيان عاد كيمروا للمسائل الاخرى. انا عندي هنايا الهاشوار غادي نخدم فيها كلشي دقه واحده. كيف ما شاهدتوا معايا درت ربيطه هنايا ديال القزبر معدنوس، درنا معلقه صغيره مملوءه جيدا او معلقه ونص ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال البزار، سكينجبير ما كنديروش نهائيا في السمك، اي تتبيله ديال السمك ما كنديروش فيها اكيد سكينجبير. عندي واحد 4 فصوص ديال الثوم، نص عصير ديال حامضه، وشويه ديال الزعتر. ضروري ما ديروا الزعتر كيعطينا واحد اللذه خطيره. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون اللي غتخلي لنا هاد الكفته ديال السردين ديالنا طريه، رغم ما درنا فيها لا الشحمه ديال الكلاوي ولا حتى شي حاجه، كتجي فتيه وكتذوب في الفم دوابا. كنطحنوا الكل جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا في الطحانه او الهاشوار. كيف ما قلت لكم الناس اللي ما عندهمش الطحانه او البغا ميكسور غادي يدقوا كل شيء في المهراز بالطريقه التقليديه اللي كنا كنديروها من زمان، حتى كنطحنوه مزيان مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا. وراه كيكون كيتلصق شويش في اليدين ملي كنطحنوه. غندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، وكذلك الاناء اللي غنحطوا فيه او السفنيه حتى هي راه دهنتها بشويه ديال الزيت. كنشكلوا على هذا الشكل هذا، غير كنكمش ما بين يديا وكنحط. ممكن نشكلوه كويرات او بحال كريرسات صغيورين، لكم الاختيار في التشكيل ديال الكفته ديالكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي مجموعه وقابطه راسها، ما تخافوش منها نهائيا واش غتفتت او حتى كيف ما نقولوا تبيصر لينا اثناء الطهي. كنجمعها كلها هي وكنوضعها جانبا. كنجيب هنا الطنجره ديال الضغط ديالنا او الكوكوت، ممكن تطيبو غير في القميله بشكل عادي، يعني واخا ما تكونش كتسد، ولكن هاد الوجبه هادي ما كتفوتش 15 دقيقه بالتحضير ديالها كتكون واجده حاضره ناضره. عندي هنا واحد الكميه ديال البصله لا باس بها، انا كانت متوفره عندي هاد البصله الصغيره
تقريبا احتاجيت واحد 250 غرام ديال البصله اي رابعه اللي قشرتها وقطعتها رونديلات اي دوائر، يكونوا رقاق واحد شويه باش ما تجيناش عاصيه كيف ما كنعرفوا الكفته ديال الحوت كطيب لينا بسرعه بحال اللي كنقليو شي بيضه. عندي هنايا حبه ديال الفلفله حمراء، حبه ديال الفلفله خضراء، ممكن ديروا حتى الصفراء او غير خضراء بوحدها، اي نوع ديال الفلفل الموجود عندكم غادي ديروه. كيف ما كتشاهدوا معايا استفنا البصله واستفنا الفلفله ودرت واحد الخطا بسيط، وكذلك بغيت ندرجو معكم منين درنا الفلفله والبصله كان عليا ندير شويه 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 من التوابل كذلك اللي درت في الكفيته، يعني ندير شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الكمون وشويه ديال الزعتر يعني في الاسفل ديال داك البصيله. ولكن على العموم راه واخا هكاك جات لذيذه، داك التوابل اللي درنا في الكفيته راهم تلقوا فيها. كيف ما كتشاهدوا معايا كنستف هنايا الكفيته ديالنا في الطنجره فوق البصله، ضروري ما نديرو البصله في الاسفل، وعاد كنستفو هنايا الكفيته ديالنا ديال السردين. كانت بقى لي واحد شويه ديال الفلفله حمراء وخضراء خليتهم، يعني حبه واحده ديال الفلفله حمراء وحبه واحده ديال الفلفله خضراء راقده بالغراض، كنديرهم هكا من الفوق كيف ما كتشاهدوا معايا، وانتم لكم الاختيار. ممكن ديروا حتى شي قطع ديال الجزر اللي يكونوا مطيبين نص سلقه، يعني تقطعوهم دوائر ونزيدوهم حتى هما مع البصيله، علاش لا. عندي هنا واحد شرائح ديال حبه ديال الحامض اللي قطعتهم دوائر، وكندير هنايا واحد خويط ديال زيت الزيتون تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، وكذلك كنضيف مازال واحد رشه ديال الزعتر من الفوق، ضروري ما نديرو هاد الزعتر او زعتره كيجي رائع جدا مع هاد الوصفه هادي. كنسد الكوكوط ديالنا كنديروا ليها الصفاره ونوضعوها على نار متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله، على نار متوسطه، ومره مره نحركو كنخليوها تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه، كنحلو عليها ونخليوها تنشف لينا واحد شويه، حيت يعني غنحلو عليها من بعد ما كدوز 15 دقيقه كنلقاو ديك البصله تلقات لينا الماء ديالها، غنعريو عليها ونخليوها تقريبا واحد دقيقه او زوج حتى كتشرب لينا، نتوما على حسب المريقه اللي بغيتو، بغيتيوها تجيكم ناشفه كيف ما درت انا كاينه غير شويه ديال المريقه، وكنت ما شفتو الكوكوط ديالي راه ملصقات ما حرقات، كنخليوها تقريبا دقيقه او زوج حتى كتشرب لينا او تنشف لينا على حسب المريقه اللي بغيتو نتوما. وها هي الوجبه ديالنا او الوصفه ديالنا ديال سمك السردين في الكوكوط، ها هي واجده، كيجي تماما واخا فيه هاد المريقه بحال اللي مشوي، كيجي رائع جدا مع داك البصيله كتطلق داك التعليكه ديالها وداك البنه ديال الفلاف اللي درنا، يا سلام كتجي فتيه واخا ما درناش فيها لا شحمه الكلوه ولا اي نوع ديال الشحوم، يعني كاين اللي كيدير الشحمه ضروري يديرها مع الكفته السردين باش تجي طريه، هذه كيف ما شاهدتوا معايا ما درناش الشحمه كتجي طريه ومفتفته وكتذوب في الفم دوبان، والمذاق يا سلام، غير جربيها سيداتي هذه الطريقه وغادي تشكريني عليها. وفي الاخير قبل ما نقدمها كندير هنايا واحد حبات ديال الزيتون وواحد التقطعات صغارين ديال الحامض المصير، فاش كانت كتشرب ليا يعني ملي خليتها كتنشف ليا درت واحد التقطعات صغار ديال شويه ديال الحامض المصير باش كيطلق داك اللذه ديالو. تمنينا لاعجابكم لا فيديو ديال اليوم او الوصفه والوجبه ديال اليوم جد رائعه. الا كنتم من عشاق السردين هذا الفيديو ليكم، اجي نوجدو بهذه الطريقه اللي كتجي اكثر من رائعه، يا سلام صحي 100%، مع سلطة حضريها في اللحظات الأخيرة، مغذية ومنعشة، وجبة غداء متكاملة، ما عليك غير تجربيها. كيلو ديال السردين، وغنشارك معكم كذلك الطريقة ديال التنقية اللي ساهلة ماهلة، واخا تكوني عمرك حطيتي يدك فيه أو كتعكزي عليه، يعني غادي تنقي أكبر كمية ديال السردين في ثواني. كيف ما كتشاهدوا معايا أنا ما سرعتش الفيديو ومبطئة حتى شغل يدي، أنا هاد الكمية راه كنساليها يعني في رمشة عين. كيف ما كتشاهدوا معايا أنا مبطئة حتى الشغل ديال يديا، كيف ما كتشاهدوا معايا كنقيه حتى بالنسبة لداك الشويكات اللي تيكونوا في الجنب ما تيبقاوش نهائيا، بالنسبه للناس اللي غادي يديروا هاد السردين كفته او مقلي او في طويجنات وما كيبغيوش داك الجنيبات يكونوا فيهم داك الشويكات، يعني كنقيو بهذه الطريقه، كنضغطوا باليد الاخرى كنضغطوا على الراس ديالو بالاصبع كيف ما كتشاهدوا، واليد الاخرى كنجروا داك السنسول. كنتمنى الصوره تكون واضحه والشرح ديالي معبر اكثر، وكذلك الصوره معبره بهذه الطريقه باش كنقيوه وما كيبقاش لينا داك الشوك في الجنيبات نهائيا كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني كنضغط بالاصبع ديالي بهذه الطريقه والجهه الاخرى يعني كنشد السمكه كلها على الجوانب
وكنجر، يعني كنضغط مليح مليح وانا تنجر، وكنتخلص من السنسول ومن الداخل ديالو اللي فيه دقه واحده، يعني ماشي كنخوي السردينه عاد كنحيد الراس وكنحيد السردين. هاد الطريقه كتجي رائعه. غادي نغسل السردين ديالي مزيان مزيان وغادي نسلخوه، ماشي نضربوه، يعني نسلخوه نحيد له داك الجليده، لاننا عندنا الغرض بالسردين ديالنا يكون غير هبره. وطريقه ديال الجليده راه ساهله ماهله، كيتحيد لينا بكل سهوله. كنجيب هنايا البراميكسور اللي هذا شاركته معكم في بدايه الحلقه، كيخرج لينا هاد السردين ككفته رائع جدا. الناس اللي عندهم براميكسور طحنوا هاد الكفته ديال السردين بالبراميكسور، اللي ما عندوش غادي يطحن في الخلاط الكهربائي. كنطحنوها مزيان مزيان حتى كتولي عباره عن كفته. ما كنزيدوا ليها لا الشحمه ديال البقري ولا ديال الغنمي، كنخليوها كما هي. كنزيدوا ليها غير هاد التوابل وكتجينا فتيه. عندي هنايا حبه بصل بالحجم الصغير المقطعه رقيقه، وحبه ديال الفلفله حمراء. عندكم خضراء ديروها، ولكن الحمراء كتعطي واحد النكهه وواحد اللذه. يا سلام. كنقطعوها حتى هي مكعبات رقيقه بالنسبه لهذا القوام والمقادير ديال كيلو السردين. راه ما كنجيو فين نقيوه ونسلخوه ونحيدو له الجلده، راه ما تيبقى فيه والو تقريبا كيف ما كتشاهدوا معايا. كنديروا التتبيله ديال الشرميله ديال الحوت. عندي معلقه صغيره عامره ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم. ما كنديروش غير سكينجبير هو اللي ما كنديروش في التتبيله ديال السمك نهائيا. عندي جوج معالق كبار عامرين مزيان من القزبر ومعدنوس اللي ديما عندي حاضر نهضر، وغنخلي لكم في رابط صندوق الوصف الربيع، ومخلطها كذلك مع الثومه. عندي هنايا نص حامضه اللي كنعصرها غير هكا بالسكين، والحامض كيف ما كنعرفوا ما غاديش نستغناو عليه في السردين. كيف ما كتشاهدوا معايا كنعصر نص حامضه، وكندير داك التوابل كلها هي، وكنعجن. غادي سمحوا لي غنخلط غير بيديا باش داك الكفته تجانس ليا مع المكونات ومع المقادير. صدقيني سيداتي، حتى لما كنتيش من عشاق السردين غديري هاد الوصفه وغادي تنال الاعجاب ديالك، وغديريها وغتعاوديها. ساهله ماهله وجد اقتصاديه كوجبه غداء، كتجي من اروع ما يكون. من بعد ما عجنت داك الكفته ديالي مع التوابل، مباشره كناخذ هنايا اللاطه ديالي اللي غندخل الفران، غنديروها غير في الفران باش تجينا صحيه ولا قطره من الزيت. كنفرش هنايا السوينيه ديالي بابي كويسون، وكندهن يديا غير دهنه خفيفه شويه، اما بالماء اما بالزيت، يعني غير دهنه خفيفه. على العموم راه ما كتلصقش لينا نهائيا هاد العجينه او هاد الكفته ديال السردين. كنشكل على شكل كويرات، نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو. انا شكلتهم على الحجم ديال تقريبا واحد المشيميشه صغيوره هكا، وكنكورهم وكنبسطهم، يعني بحال اللي غادي نصيبو معقوده ديال السردين. وعلى ذكر معقوده غادي نخليها لكم في رابط صندوق الوصف. سبق لي واحد درتها معكم بدون بيض، كتجي من اروع ما يكون. ممكن نرافقوا هاد السردينات مع معقوده. كنستفهم في اللاطه وكندير الفران ديالي سخون مزيان مزيان، وكنوضعوا اللاطه ديالنا في الفران مده تقريبا ما كتزاوش 10 دقائق تتكون الكفته ديالنا واجده. عندي هنايا السلطه اللي كنحضروها في اللحظات الاخيره. بيد ما يوجد لي السردين ديالي او كويرات السردين او معقوده ديال السردين، كنمشيو نحضروا هنايا السلطه في اللحظات الاخيره. عندي هنايا لي بات، ديروا اي نوع ديال لي بات، ممكن ديروا الروز او هاد لي بات هاد توخنوفيس او المجعبه اللي متوفره عندكم، والكميه اللي بغيتو. عندي لي بات شويه ديال الخس، شويه ديال المايس، شويه ديال الطوماط سوغيز، وعندي هنايا المرتديلا اي الكاشير. تحضير منزلي وسبق ليا ودرجته معكم، وغنخليه لكم في رابط صندوق الوصف كذلك بدون لحوم. هاد الكاشير صحي مليار بالمئة. عندي هنايا شويه ديال القزبر معدنوس ربيع، ممكن نضيفو الزعتر، وحكا نسيت ممكن حتى داك التتبيله اللي درنا ديال السردين نديرو فيها حتى شويه ديال الزعتر، انا ما ضفتوش. نمروا الان باش نحضروا التخليطه او التتبيله اللي غنخلطوا بها السلطه ديالنا، كتجي بزاف لذيذه وغير مكلفه، بلا مايونيز بلا صداع الراس. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، جوج معالق كبار ديال عصير ديال الحامض، شويه ديال البزار، وشويه ديال المليحه. صافي. وكنخلطوا الكل جيدا مزيان مزيان بواحد فورشيط، ما حدنا حنا كنحركوها او كنخلطوا هاد التتبيله وهي كتبقى تعقد لينا ما بين يدينا، يعني كيبقى القوام ديالها كيختار، ما كتبقاش كيف ما كانت. يعني داك الزيت مع داك الحامض والملح والبزار كنخلطوا الكل جيدا، كتجي واحد التتبيله كيف ما كتشاهدوا معايا رغم بساطتها كتجي رائعه. يا سلام. الناس اللي يقول لك واش ممكن نضيفوا الخل بلاصه الحامض، الحامض احسن من الخل باش ما تجيكمش هكا زعيقه. جينا هاد السلطه منعشه. من بعد ما كنحرك الكل جيدا كنصبو مباشره، ولكن ما نصبوها حتى نبغيو نتناولوها في ذاك اللحظه. ممكن نحضروا هذا الشيء كله كما هو ونوضعوه جانبا حتى نبغيو نتناولوها، ديك الساعات عاد كنضيفوها باش
باش ما تبانش لينا داك الخص وداك الميطيشه وداك الشيء ملي كيقيس الحامض، يعني كيبقى مده طويله بحال اللي كيدبان. كيف ما كتشاهدوا معايا كنصب هنايا داك التتبيله وكنخلط الكل جيدا. بالنسبه لهذه الكميه ديال السلطه تكفي من زوج حتى لثلاثه ديال الافراد طبيعي الحال، مع كريسات ديال السردين او معقوده. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو السردين ديالنا، كيجي رائع جدا. كفيته ديال السردين يعني بلا زيت بلا شوايه بلا فاخر بلا بوطه، يعني في المقلات كنديروه غير في الفران، كيجي صحي وبزاف لذيذ. من بعد ما كدوز تقريبا ما بين 10 حتى 15 دقيقه كيكون واجد، وكنحطوه في طبق التقديم كيف ما كتشاهدوا معايا، كيجي كيشهي رائع جدا. ما شهيتكم في هذه الوصفه، خصوصا كيف ما قلت في بدايه لا فيديو، العشاق السردين غادي تعشقوا هذه الوصفه، كتجي من ألذ ما يكون وخفيفه وظريفه مع هذه الصهودات. شكون اللي باقي قادر على التغماس؟ كيف ما شاهدتوا معايا درت انا هنايا سردينات وسلطه، ولا عندكم شي حاجه ممكن تضيفوها معاهم، ولكن على العموم هذا غدا ديال جوج الافراد حتى ثلاثه، كيجي متكامل وصحي مليون بالمئه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجينا هذه الكفته افتيه ما مكنزاش وماشي ناشفه، رغم اننا ما درناش فيها لا شحمه ولا جوج، يعني درنا فيها داك التوابل اللي شاهدتوا قدامكم، وكتجي افتيه مع هذه السلطه المنعشه. يا سلام، ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، وجربوا الوصفه وردوا عليا الخبر. وغادي نخلي لكم رابط ديال الوصفه ديال معقوده وديال الربيع. المهم الناس اللي ما تيعرفوش رابط صندوق الوصف كتضغطوا على العنوان، غير العنوان اللي كاين في لا فيديو، وكيطلع لكم تما ليسته اللي فيها المقادير او المكونات او الروابط ديال الفيديوهات اللي كتطلبوا. تمنينا لاعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش الله يسهل عليكم من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.